يا شباب، النهارده اول فيديو للقناه. طبعا النهارده هنلعب اللعبه دي. اللعبه ديت اللي ما يعرفش اسم اللعبه ديت اسمها لعبه بوب. هي اسمها بوب الحامي بوب، انا ده اختصارها. طبعا احنا هنبدا دلوقتي اللعبه. ماشي، المفروض ان هي بدايتها جايه تحميل بالعربي، هي حلوه ترجمتها بالعربي. المفروض ان ده اللي هربني في الاول وبيطلب مني ان هو ممكن يهربني من السجن بمعروف صغير، بيقول لي انا اسمي بوب. ماشي ماشي يا سيدي، هساعدك مجرد ان انا ايه اخرج من السجن عشان عندي عيال وعايز اربيهم. والله انا بقول له شكرا، انا اقدر انا اقدر ذلك بشدة. يعني انا اصلا حرامي يا باشا، انا مسجل خطر. لا لا لا، لم افعل ذلك كعمل خيري للنقل ببساطة. انك مدين مصلحة، بيقول له ان انت مديون ليا بالكتير عشان هو هربه. طيب حتى بص، راجل الكوتشينة دي تدل ان هو نصاب يا جدعان، يعني مش ناقصين. هي امامك منزل فارغ، اذهب اليه واحضر العنصر الموجود بالداخل. المفروض اللي هو العنصر اللي هي الفلوس اللي محطوطة على الترابيزة ولا الورق. طيب الناس دول ماسكين عليه جلة بالظبط. عارف انا اتحرست؟ يلا اطبخك. يلا بقى، هيديني 50 جنيه يا ابن المعفنة. معفنة اوي يا جدعان. طيب يلا بقى نجري. هل ذلك لقد اردت ان اعطيك اختبار قبل ان نبدا يستحق ستكون المهمه التاليه حقيقيه. لا بقى، انت كده جاي على طمع يا باشا. طبعا يا جدعان اللعبه دي في منها كذا جزء، لو لقيت على الجزء دوت هعمل جزء تاني. وهي جميلة جدا اللعبة دي. بص انا طالع حاجة، هو طلع جاي وسابني نصاب. الوقت 100% وكسبنا الفلوس الحمد لله. مسك العملات المعدنية، مجموعة ممتاز. طيب يلا نبدأ على الدور اللي بعده. بس يا ريت يعني يا جدعان تعملوا لنا لايك، تعمل لنا لايك بقى واشتراك. بيقول لي ايه شاشة العنصر؟ التحديثات هي المكان الذي يمكنك استخدام كل العملات المعدنية التي وجدتها تعطيل لتنطيط بوب تركيات جديدة قدرته وأدواته. ماشي ماشي، يعني